بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنعش الديدار لحمك وعظمك، وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك، ولن ينفعك الندم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير.